السلام عليكم. ده محرر بحث خاص بالأطفال، بحيث إن هو بيصفي نتائج البحث فما يطلعش أي موقع سيء لا تدعو للعنف أو تدعو لأي حاجة أو فيها ألفاظ. فالموقع دوت لو أنت مثلا عايز تخلي ابنك بيدور على أي حاجة ممكن يستخدم محرك البحث دوت، تمام، بحيث النتائج تطلع مناسبة ليه وما تفاجئش بنتائج سيئة. ويقدر يدور على الصور، يقدر يدور على أخبار، يقدر يدور على الفيديوهات، وهو بيصفي نتائج البحث بحيث تكون مناسبة لسنه زي ما انتم شايفين.